وصلتوا المرحلة يجي أبو مازن يعلمكم الأدب. إيه نعم الأدب السياسي يتفهمنا غلط، حيث يطلع بيان رئيس حزب الجماهير يتهم به السياسيين السنة بتغليب أطماعهم الخاصة على الصالح العام. أبو مازن يقول للسياسيين السنة غلبتم أطماعكم، بس والله الرجل قال كلمة تستحق الوقوف عندها. من قال فممثلي المكون السني كانوا خارج نطاق تمثيل ناخبيهم، فمنحوا الصدام مساحة على حساب الوئام، وأجهضوا محاولة رأب الصدع وإعادة التمثيل المكوناتي إلى وضع الصحيح، ووجهوا طعنة إلى أبناء المكون بعدما غلبوا أطماعهم الخاصة على الصالح العام. يعني خلاصة القول إنه السياسيين السنة بوادي وأبناء المكون بوادي ثاني، لكن ليش نحمل الأزمة أو تحمل الأزمة على أكتاف سياسي السنة واحد؟ فالسياسيين الشيعة ما اتفقوا بل واختلفوا على الاتفاق سواء لهذا المرشح أو ذاك، وبدت الجلسة جلسة التصويت خبزا لعجين غير مختمر في تنور الخلافات. وعلى فكرة مو سهلة، إذا تشوفوها سهلة احنا ما نشوفها سهلة، أن تتدخل القوات الخاصة الفضعركة بالأيدي بين نواب البرلمان لم يشهد لها مثيلا حتى بالبتاوين في زمن طويل، أو على الأقل منذ حملة وزير الداخلية لتطهير المدينة من الأوبئة الاجتماعية. هسا النتيجة شنو؟ هيبة الحلبوسي راسه مفشوخ، والجلسة تأجلت، واني وانت وكل العراقيين دايخين بمشاكل الدولارات والعقارات والإيجارات والتقاعد والتسكين وغرامات المرور والموازنة وضرائب البنزين والتعيين. هم وين عايشين واحنا وين طامسين؟ وتعال طلع هذا العجين من هذا الطحين.